مع اي اعتذار خلاص ماشي، انت يعني الاعتذار نفسه قيمته بتقل بعد كده، وهو بياخدك امر مسلم بيه فخلاص بيغلط ويعتذر. احنا في امر شائع كده عندنا اللي هو ايه، بيجوا دايما على الغلبان او اللي هو متسامح. فبرضه يبقى لازم، هي مساله شائكه بصراحه. هي يعني انت قصدك، انا بقع فيها انه ده لازم له حدود برضه لكي لا نصاب بالنزيف التسامح، يعني عشان يبقى ليه قيمه ان انا اجي اعتذر لك بحاجه مهضوم طول الوقت كمان. مش انا هعتذر لها خلاص، هي مش مشكله، هي كده كده هتسامحني. لا، وعشان انت كمان قصدي الخطا ما يتكررش. بس اللي انت بتقوله ده كلام خطير، يعني لو في حد دلوقتي بيتفرج علينا ونسبه تسامحه كبيره، مش هقول مطلقه، لكن يعني هو المعروف ان هو الاسهل في العلاقه، الالطف في العلاقه. انا بتكلم عن نفسي يعني. بتتكلم عن نفسك؟ أيوة. وانا كمان. والله العظيم انا كمان ما شاء الله دايما بيجوا عليا، يعني دايما بيجوا عليا اخر حاجه يعملوا حسابي فيه، اخر حد، لان هو كده كده مش هيزعل. لا، ما هو هنا كده كده هيتقبل الاعتذار. ايوه، ما احنا نسال نفسنا هنا، لو انا دلوقتي انا حاسس ان انا الطرف المتسامح الاكتر في العلاقه، تمام، حلو، زي ما انتوا بتقولوا الكيس بتاعي، هل الطرف اللي قدامي واخدني كامر مسلم بيه احيانا؟ يعني هل بي 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 بيستسهل الخطا لانه عارف ان انا هسامح بسرعه، ولا ما بيستغلش ده ضدي ومش على حسب هو على حسب بقى هو عامل ازاي. هو انتوا هنا اللي تقدروا تقيموا. والله لو بني ادم كويس ومقدر لفكره ان انا انسان متسامح وبكبر دماغي وبسامح وبعدي، بالعكس ده ممكن يخلي باله اكتر، يبقى عارف اكتر ان انت حساس منك لطيف. لكن لو الطرف الثاني بقى استغل الموضوع ده لحسابه بانه يغلط وعادي ويعتذر او ما يعتذرش، ما هو سامح طيب وشري طيبه وهينسوا وهيعدوا وهيكبروا وهيلموا الليله، لا هنا لازم اقف طبعا. فهنا هنا المقياس، لانه ده هياثر على علاقتك بنفسك. هنا طبعًا. التسامح المجاني خطر، لازم له حساب ولازم له وقفه.